يعني أعزائي المشاهدين، زملائي الأعزاء، كل سنة ومصر كلها بخير. بنحتفل كعادتنا كل عام وكل عيد مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الطرازة المرقسية، حيث بدأ المهنئين بالتوافد إلى مقر الكاتدرائية منذ الساعات الأولى للصباح من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والآباء القساوسة وشعب الكنيسة. عدد كبير جاء لتهنئة قداسة البابا بالعيد. كل سنة حضرتك طيب يا قداسة البابا. وانتم طيبين ومصر كلها بخير. دايما احنا معاك في اول يوم. اهلا وسهلا. التلفزيون المصري مع حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين دايما. يعني قداسة البابا، خلينا نبدا لقائنا ببقيه التهنئه اللي بعت بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفخاماتكم بمناسبه العيد. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما انسان مجامل ومشارك في كل المناسبات الحقيقة، وطبعا بتبان في مناسبة زي مناسبة عيد القيامة أو في عيد الميلاد. في عيد الميلاد باعتباره في أول السنة بيحضر بنفسه وبيوجه رسالة المحبة والتهنئة من الكاتدرائية لكل المصريين بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد. النهاردة في عيد القيامة أرسل مندوب حضر ويانا الصلاة بالأمس، وكمان أرسل برقية لنا، برقية رقيقة جدا. وحاجة ثالثة كمان أنه أرسل برقية لكل الأقباط المتواجدين في كنائس في دول كثيرة على مستوى العالم، والرسالة بتاعت فخامة الرئيس اتقرت في كل الكنائس، أراها السادة السفراء والسادة القناصلة. والحقيقة المشاعر دي هي اللي بتربط الإنسان بالوطن، وده امر مفرح وبنصلي ان ربنا يديمه. يعني قداسة البابا، احتفال بالاعياد بياتي في ظل ظروف صعبه بيمر بيها العالم اجمع ومنها الاوضاع في غزه. ايه الكلمه حضرتك عايز توجهها النهارده للاخوه الاقباط في فلسطين؟ هو انا مش عايز اوجه كلمه لحد معين، لكن عايز اقول اولا ان مهم جدا ان احنا نحافظ على سلامه بلادنا، لأن سلامة البلد زي ما احنا شايفين دول كثيرة في العالم الحروب تتنازعها والصراعات والعنف وعدم الأمان وعدم الاستقرار. ده يخلينا دايما ننظر لبلدنا انها في غاية الأهمية ان احنا نحافظ على سلامها. والله يحفظ مصر. صحيح هي محاطة من كل جهاتها بنزاعات وبحروب ومتاعب وبضيقات وبأزمات ومشكلات، لكن الله يجعل مصر دائما واحد سلام. قداسة البابا، في كلمة حضرتك بالأمس قلت أن هناك أنواع متعددة من القوة، في قوة السلاح، في قوة المال، لكن في قوة أكبر من كل هذه القوة، ويعني أشرت ليها، هي قوة المحبة، قوة المغفرة. الحقيقة أنواع القوة عديدة، والإنسان بيقرأ عنها وبيشوفها وناس بيعيشوها، سواء قوة المال، قوة المنصب، قوة السلاح، قوة البدن، أنواع متعددة من القوة. لكن القوة اللي بيحتاجها الإنسان في الحقيقة هي قوة المغفرة، إن خطية الإنسان أو أتعاب الإنسان على الأرض تجد من يستطيع أن يغفرها، ولا يغفرها إلا الله فقط. ولذلك احنا كلنا كبشر نحتاج قوة الغفران، ولما بناخدها من الله استطيع ايضا ان امارسها مع اخي، مع اي انسان. عشان كده حضرتك قلت ليها وجهان. وجهان اللي هو التسامح والمغفرة والمصالحة، كل ده ممكن يجعل العالم كله في سلام. اما النزاع ممكن يبقى موجود في الأسرة، موجود في المجتمع، موجود في أي بلد وهكذا. يعني قداسة البابا، أنا دايما بحب أستمع لعظات حضرتك، دايما بيبقى فيها معاني جميلة بتفيد الأسرة، بتفيد المجتمع. وكان في عظتك الأسبوعية في يوم الأربعاء تحدثت إن في خمس مفاتيح للمحبة. أيوه. منها مفتاح الهدايا، وده اللي أنا بحبه جدا، التسامح، وايضا مفتاح كل الستات بيحبوا الهدايا. حضرتك اتكلمت عن مفتاح اعطاء الوقت، ازاي مفتاح اعطاء الوقت ممكن يفيد الاسره والمجتمع؟ دي اسمها لغات المحبه، وهي اللغات اللي بتعبر عن المحبه. من ضمنها حضرتك قلتي الهدايا، الخدمات، لكن الحقيقه اعظم هديه ممكن الانسان يقدمها لاخر بيحبه هي الوقت. ليه؟ لأن الوقت عندنا
كلنا كبشر محدود، يعني احنا كلنا كبشر بناخد 24 ساعة. صح. الطفل الصغير والراجل الكبير نفس الوقت. ازاي بنستغل ال 24 ساعة؟ لما ام تقعد ويا ابنها نص ساعة، يبقى هي بتدي من عمرها نص ساعة بتضيفه لابنها. وميزة عطية الوقت انها لا تستعوض. يعني النهاردة الحد 5 مايو، لما ينتهي يوم الحد خلاص ما صح. بيتكررش الحد اللي جاي هيبقى بتاريخ تاني. صح. وهكذا. فتعبير عن الحب من خلال تقديم الوقت ده شيء مهم جدا. والنهاردة عشان الناس كلها مشغولة والموبايل بيسرق الوقت، بنسميه حرام الوقت. على الموبايل خالص يعني خالص. ده بيبقوا قاعدين بياكلوا على المايدة. أيوة. وكل واحد مشغول في الموبايل بتاعه. صح. فالوقت ده أثمن شيء، والمفترض ان كل اب وام يحرموش ابنهم وبنتهم من انهم يديهم من وقتهم. أيوة. شيء مهم جدا. وعلى قدر، مش مجرد اوفر لهم حاجات واجيب لهم هدايا وافسحهم، لا، الوقت الاعاد، المناقشه، الحوار. قداسة البابا يعني بياتي الاعياد هذا العام والتي تتواكب مع الذكرى 42 لعوده سينا الحبيبه الى ارض الوطن، وحضرتك حرصت ان انت توجه كلمه لفخامه الرئيس السيسي لقواتنا المسلحه في هذه المناسبه. طبعا هي مناسبه عزيزه لانها استكملنا بها عوده سينا بعد حرب اكتوبر سنه 73، وبعد مفاوضات كثيره، وبعد ما وصلت لغايه طابه، وفضلت طابه دي قضيه ودخلت المحكمه الدولية وابتدى فيها ترافع، وبعدين كسبنا القضية فيها واستردينا أرض مصر كلها في سينا. والحقيقة زي ما بيقولوا سينا أرض الفيروز، هي فعلا زي الفيروز، هي أرض غالية جدا وتاريخها عظيم. واللي يقرأ في جغرافيتها وفي تاريخها يعرف أنها كنز كبير جدا عند مصر. وعشان كده احنا بنفرح بالعيد ده يوم 25 ابريل كل سنه. طيب لا يمكن يكون معانا لقاء النهارده من غير ما نهني ونبارك لحضرتك بحصولك على الدكتوراه الفخريه من تحت قبه جامعه الدول العربيه من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. دي ثالث دكتوراه فخريه حضرتك تحصل عليها. حضرتك حصلت على دكتوراه من المجر ومن جامعه بني سويف. لكن حضرتك قلت ان يعني الدكتوراه من جامعه الدول العربيه بيت العرب يعني ليها معنى وليها مذاق مختلف. هي طبعا الدكتوراه الفخرية نوع من التقدير والاعتزاز، وبتمنح من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني هي نظرا لجهود حضرتك في خدمة الإنسانية وإرساء معاني السلام. احنا أولا وأخيرا خدام، خدام على أرض مصر لأي إنسان. وكانت فرصة حلوة أنها مش تمنح في مقر الأكاديمية، تمنح في مقر الجامعة العربية وبحضور السيد الأمين العام الجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وجامع كبير ومندوبين لدول. والحقيقة كان يوم جميل خالص. وحضرتك حريص أنت توجه كلمة لكل الدول العربية، يعني بيقول أن لينا دور، يعني حتى حضرتك أكدت على دور الإعلام، قلت الإعلام أصبح ليه دور هام وحاوي في مختلف شعوب العالم. شيء طبيعي، الإعلام ده هو اللي مسيطر دلوقتي. ده أحيانا بيسموا الإعلام الإله الثاني. يعني الإله الأول في السماء، وبعدين الإعلام من كتر سيطرته على العالم سموه الإله الثاني، السكند جاد. لكن في نفس الوقت كل ما كان الإعلام إعلام إيجابي ويبني ويربي، كل ما يكون إعلام ناجح، لأن هو وسيلة، مش إعلام بيدمر أو إعلام بيعلم عادات غير طيبة أو بيظهر مظاهر سلبية في المجتمع. شيء مهم خالص. يعني من ضمن اهتمام حضرتك بالإعلام يعني والإنتاج السينمائي، كان ليك تعليق على فيلم السرب اللي تناول استشهاد عدد من الإخوة الأقباط في ليبيا، وإزاي مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقتها رجع حقنا، في يعني ما انتظرش في وقتها رجع الحق. كان يوم الحقيقة يوم جميل قوي، يوم 15 فبراير سنة 15. اليوم ده اللي جت أخبار استشهاد أبنائنا في ليبيا، طبعا مصريين وأقباط، واستشهدوا على خلفيتهم الوطنية وخلفيتهم الدينية. واتعرض فيديو لكل العالم، وكان منظر مؤلم للغاية، ومنظر يعبر عن مدى العنف اللي موجود.
والعنف والإرهاب طبعا. وفي نفس الوقت كان موقف جديد لنا لأنه تم خارج أرض مصر. تاني يوم فوجئت بأن الرئاسة، رئاسة الجمهورية، السيد الرئيس جاي عزينا، فأنا عارف أنه جاي عزينا شيء طبيعي، عندنا مصاب وزي ما بنعمل كلنا كمصريين. لكن الحقيقة هو قال عبارة جميلة وأنا فاكرها تماما، قال أنا مرضتش أجي عزي إلا ما خدنا طارنا، طار ولادنا. فالعبارة دي كانت مؤثرة قوي، كناش نعرف تفاصيل. الفيلم بقى كشف هذه التفاصيل، فيلم السرب، وبيسجل صفحة مهمة جدا في تاريخ مصر. ويعني أنا بشكر القوات المسلحة اللي اهتمت بأن يتقدم فيلم بالصورة دهية، ويسجل يسجل بطولة شباب مصري وبطولة قوات مصرية في نفس الوقت. وده حاجة جميلة جدا وهتحكي بها الأجيال فيما بعد إن شاء الله. قدست البابا، يعني كل سنة حضرتك طيب، كل سنة والإخوة الأقباط بكل خير وسعادة. في الختام، إيه الكلمة اللي حضرتك بتحب تطبطب بيها على قلوب من لديهم آلام، من لديهم أحزان؟ دايما أنا بحب أسألك السؤال ده، لأن يعني ما فيش حد بيسلم، كل واحد عنده وجع بطريقة معينة. إيه الكلمة اللي عايز تطبطب بيها على الآلام والأوجاع؟ إن دايما يوجد رجاء، يوجد أمل. الله بيعطينا كل يوم شمس جديدة. ولو أنا كنت في مشكلة أو في ضيقة أو في وجع زي ما حضرتك بتذكري، أو ألم، أو على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، يعني الإنسان لازم يعرف أن في أمل وفي مستقبل وفي نهار جديد، وكل شيء، لكل شيء تحت السماء وقت، والله يدبر كل شيء. عشان كده الرجاء، كل واحد عنده ألم أو ضيقة، امسك برجائك وبإيمانك، وبإذن الله ومشيئة الله الأمور تتحل وتبقى في خير وسلام. خلينا نختم برضو، أغابي 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 يعني محبة، محبة باللغة اليونانية. أيوة. كلمة محبة في اللغة اليونانية 20 فعل. احنا عندنا بنقول كأنا بحب البرتقال، بحب المكان ده، بحب الشخص ده، مش كده؟ لكن في اللغة اليونانية في 20 مفرد بتقول كلمة أحب. كويس. أرقاهم كلمة أغابي. ودي بسميها المحبة الروحية، اللي هي المحبة اللي يقدمها إنسان لآخر دون أن ينتظر مقابل. في مثلا فيلادلفيا أو الفيلو، الفيلو دي اللي هي المحبة الاجتماعية، أنا بحب مدرستي. وفي الإيروس، دي المحبة الشهوانية. أيوة. في نوعيات كثيرة من المحبة، فأغابي محبة. في أصعب محبة اللي ورد في الكتاب المقدس، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. بالنسبة لي دي أصعب نوع من أنواع المحبة. يا قدس البابا، إزاي الواحد يحب حد يعني أساء إليه أو يعني جرحه بطريقة ما؟ لما الإنسان يتذكر دايما محبة الله له وستره، وانه لولا ستر الله ولولا محبه الله الانسان ما كانش يعرف يعيش. عشان كده لما بتذكر محبه الله، يبقى عليا انا اللي الله خلقني ان انا احب كل الاخرين حتى لو كان انسان وحش. وخدي بالك، يوجد امل دايما عند كل انسان انه ممكن يتغير. نسمع عن ناس كانوا عايشين وحش وحياتهم اتعدلت وبقت زي الفل. من الحاجات المهمه جدا وممكن أي إنسان فينا يجربها، أنه يصلي من أجل الإنسان اللي المؤلم بالنسبة له. يعني سين من الناس بيتعبني في شغلي، في حياتي، في بيتي، في عملي، أن أنا وأنا بصلي في صلواتي الخاصة أصلي من أجله. لما أصلي من أجله، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، الصلاة دي هتغير. قدس البابا، بتعلم حضرتك كتير، كل مرة بتعلم حاجة، في كل عايزة بتعلم حاجة. كل سنة حضرتك طيب، كل سنة حضرتك وسطنا ومعانا، وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل الإخوة الأقباط. يعني أعزائي المشاهدين، كان هذا هو لقاءنا مع قدس البابا توادرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية، حيث يتواصل توافد المهنئين هنا إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. أطفال وكبار، الكل جاء للاحتفال مع قدس البابا بالعيد. كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة والإخوة الأقباط بخير. إليكم زملائي مرة أخرى في الاستوديو.